تقييم تمدد مؤسسة سوس العمران. حنا دابا كنتواجدوا في واحد الدوار اللي هو دوار مميز سياحيا على نسبه على السياحه الداخليه والسياحه الخارجيه، واليوم كنتشرفوا بزياره السيد العام والسيد الوالي والاعضاء المرافقين ليه، كنرحبوا بهم اللي ان شاء الله اليوم غيشرف على المجموعه ديال المشاريع اللي غتعد من بين المشاريع اللي غتعطي واحد الفعاليه ان شاء الله غتدفع بالسياحه القرويه، اللي غيشرف ان شاء الله بالتشين ديال الطريق المؤديه الى بحيره افني اللي غتعطي واحد متنفس للزائر باش انها تفتح واحد مجموعه من المسالك السياحيه اللي غتعطي واحد الفعاليه ان شاء الله باش الشباب ديالنا يلقاو فرص الشغل، بالنسبه لان المنطقة هذه شنو هو المستقبل ديالها، هو مستقبل سياحي. داروا لنا هذه المبادرة هذه اللي غادي تساعد المرأة وتتنهض بها التعاونيات، ونتمنوا أنه غادي التعاونيات من هنا لقدام غادي تنشط باش المرأة القروية من هنا كتخرج لسوق الشغل وكتخلق لنا فرص الشغل للمرأة، وكتنهض بالمرأة القروية حتى هي باش تنفتح للعالم. وبغينا نستغلوا هذه الفرصة هذه كما شفتوا عندنا منتوجات طبيعية كتوفر باليد محلية، أول حاجة كنحافظوا على اللباس التقليدي، ثاني حاجة عندنا منتوجات طبيعية من القرقاع من الكحل من الحنة من أعشاب طبيعية محلية. تقديم مشروع إحداث دار خل التفاح بجامعة توبقال اللي انخرطت فيها المبادرة من خلال تمويل يناهز جوج مليون درهم بشراكة مع وكالة التنمية الفلاحية اللي غتوفر التجهيزات ديال هذه الدار هذه، وبشراكه كذلك مع جماعه تبقى اللي وفرت الوعي العقاري، بالاضافه الى واحد الاعتماد مالي اللي غيتخص للتهيئه ديال هذه الدار هذه، بشراكه كذلك مع تعاونيه اللي غتقوم بالتسيير ديال هذه المنشاه اللي الهدف ديالها هو تثمين سلسله خل التفاح، والهدف كذلك من خلال هذه المنشاه هو تحسين دخل المراه القرويه في اطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. هذا المشروع هذا كيندرج في اطار الاحتفالات بالذكرى 24 لعيد العرش المجيد.